السلام عليكم، مساكم الله بالخير والنور. ايش حالكم؟ طيبين؟ الله يعافيكم. سامحونا على القطاع، لكن عارفين الظروف. اتريا ابو راشد اليوم الساعه 5 هتو واصل. بالساعة 5 وانا اتريا بالساعة 5 يا ابو راشد. تعرف انا كم ماخذ؟ ساعتين ونص لين واصلنك انا. عندك للعلوم الجديدة. انت وش ابنك في سيكل؟ لو قدر اصب بترول ب 12 يول. عندك للعلوم. زين برسل بتصل بيك. لا تتصل فها. خذيت لي سيكل احسن لي. هني نتريا ونا وابوي وغيره وانت متلحينهم. لكن بس انا قلبي. قبل توفى. هذا تليفون وش مشغل؟ سجلته. كل خلنا نمس. والله جيبه باش. والله لا اعطيك. لا اعطيك. جاي انك بمشيك الكاب. ابو راشد انت كيف يدك؟ هاي فكره ما السيكل كيف عطني؟ لا وظايف ولا غيره، وامس مسرحينهم بعد. قلت اخذ لي سيكل، هم بدور بالسياره. يا سلام. مسجل شيء بس مكيف شيله. يسعد لي جوك يا ابو راشد. جوك اسعد. ابو راشد كم كلفك هذا السيكل؟ كم؟ 12 ريال ومسجل 8 ريال. 20 ريال طال عمرك يوم بالسياره بس. يا سلام. ما شاء الله، يسعد لي جوك يا ابو راشد. لا تضحك تو بنزل. هاي زوتي قال لك مبلوب مبلوب. لا يخترب لا بترول لا شيء. وبي 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 يصبر. لا ترد على حد. ما ارد. ما حيعرفني. والله؟ اتلثم؟ بلثم لا. امور طيبة. مرتوح اشوف هوا طبيعي. يا سلام سلم يا سلام. ابو راشد بسألك جواب بكل صراحة. اليوم يوم جاييني كم خسرت؟ اليوم؟ هي بتسقع له اقول لك كم؟ 200 بيسة. 200 عصير وموي بس. بس ويوم تجاني بسيارة؟ بسيارة اقل شيء 4 ريولات 5 ريولات يا بترول يا غيره. الحين مرتاح وهو طبيعي الحين لا شغل مكيف وفكيت عمري. لا حيسرح له ولا سرح حد. دو لي سيكل. دو لي سيكل ابو راشد. دو لي سيكل. بعد ما تاخذ سيكل انا صاحب المحل قنت روح. كلنا بنقتصد ابو راشد. عرفت انا راعي المحل قنت. يعني انت بتولف فلوس بل احنا ما نولف؟ لا ولف فلوس. سلم على الهواء الطبيعي ابو راشد. ابو راشد خطفنا ابوي مشرب ماي، خطفنا متنا عطش. الحين لو انت عطش كيف تتعطش؟ انا اسوق فها والله العظيم عاد هودة بس بيس لي عطشت وعطشت. انت لو تسوق انا اسوق. انا لا دبت ماي دبت ماي. عاد قلنا انت تبي تقتصد بس ما كذي. استغفر الله العظيم. دبت ماي بس بتجلس لين انت 24 ساعة. بس انزل ماي. انزل خذ لي دبت ماي. انزل خليك مع السيك توها. لا بيه بيبون لا يقفل ولا شيء. بس خلك انا مره مع السيكل. انه متعبد. شوف ما شاء الله. انت شو تبى المسجل؟ احيدك عطشون لو تبى مسجل. فبش ولا تقني مره ثانيه بعد عطشت وغيره. ان شاء الله ان شاء الله. هي والله هذا عبلت بيه؟ لا ما مره ما سويت شيء. غيرت للقناه؟ ما غيرت. ابوك ابو راشد هذا بشارك ولا بوش؟ قل ما شاء الله يا ريول. بتش تخربنا سماعات قويه ما شاء الله. مو لك انت تستوي لي حاسد. انا بسوق ارتاح. انت بس 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 لو ما اكلي سنسيكل تسوق. لو فيني اعطيك فهد مسخر. اركب برا ارتاح ابو راشد. انا بسوق عنك بس طول على مسجلتي. انا بسوق بعد. صح انك عطشان بطلع منك المية اللي دوف عندك. يلا 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 اركب اركب سوق. اركب فهو قار. لا اعرف اركب والسيكل يبدا حرب سيبويكو. اركب انت. وين صرت ابو راشد؟ وين صرت انا يا ستريا بركه؟ انزلك نسي سوق. خيبة ثقيلة. خيبة ثقيلة. لك سوق لك سوق. اركب. اصبر والله اصبر. اركب. لا تعرف كيف اصبر. من شو نتحرك تعفد انت. بننقلب. لا ما ننقلب. والله من شو نتحرك تعفد. اسمع. انا بتحرك. اول ما اتحرك يمشي شوية السيكل عفد انت. لهم لا تقدر تشله من الصفر.
ابو راشد ابو راشد تفهمني. هيا انت لا دزيتني يوم ركبت انت. ترى انت ثقيل. انا ثقيل. هيا يلا يلا. يوم لا تقدر السوق. بتحرك شوي اول ما تحرك عفد انت. يلا. وينك؟ عفد الزين عفد. عفد. لا 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 قلبت لنا السحيل. ثقيل ثقيل ابو راشد. ثقيل في الصعيد. انا قلت خليه يتحرك الموتر. وبعدين عفد. لا موتر سيكل ذا سيكل. سجل له شيء. خليه يغيب له سجلته يوم سلمت انا بس الحمد لله. اسمع صوت. صوت وش؟ طلعت التاير. اليوم شعور انه طريت عودة. انت انا غلطان يوم اشتغلت مكان. قم نزل كاميرتك لا تصور حتى بس كلنا نتوفى. التاير انطر والله العظيم التاير انطر. قم والله لا تصرف هالشغلة طول ما تصرف. والله خلى الحين يوم صرف كاميرتك امشي ساعدنا نزل السيكل. قوم سوء شل ابو راشد مره تعبان ما رايح حتى اتحرك. اعرف لك بدوتك انت خليه يتصلح امشي وحدك البيت. كسرت مواتر لوادم كسرت مواتر لوادم. تروسيكل لا سيوره. بيض الله وجهكم الربع لا قصرتوا. سير اقول لك شوف لي تاير حركون اليوم يشتغل ولا شو؟ لا تيجي تصور خلي العامل يشتغل. شوف خيبون بكم بعده؟ في يلنص حلو عرفنا هنين عيلو صبته له يب سيارته اصرف لي انا. بكم بكم تيوب سوي مساعده والله هذا اليوم ما يجي سياره عشان هو ما يريد يخسر زياده يسوي ب 400 بيسه. عيلو معبي بريال ونص بترول وياي والله اللي اصرف لي انا لو مترقع بحياتي. والله لا مترقع انا من روبعتك انت مو توفقت. وين سويت سفيه؟ يلا ما ايه سيب اقول تعال 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 والله هذا رجال مسكين ما يشتغل رجال مسرح من العمل والله والله انا اضبط ريال ونص والله وايد هذا رجال خبره. ايش قالوا الحاله ابو راشد ايش قالوا الحاله انت؟ انا من ضمن المسرحين على العمل طايح لي بريول ونص بعيقني. والله لا تعطيك مسرحين من العمل رجال مسرح من العمل مسكين ما في دوام انا ما في دوام منك منك هو كلام روح تعبان هو سم مساعده ب700 ب700 سوي 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 يا اخوي شو دي الحياه فيها ريالين زين ريالين بيجي ريال ريال قصدري شوف كيف قال ماشي تو يقول بريال ونص انت كلام ريال ونص الحين خلنا نشيله انت ما دفيع لا ما دفيع ريال ونص بيجيب سيوله انا بعطي عسيكل خبر انك من المسرحين خبره من المسرحين من نوك انا دوام تعرف جي قني امشي روح لا يبون ادوم مخرطه مخرطه انت بتقتصد انت ابو راشد بقى بيها اقتصاد خليت بيها اقتصاد انت انا من عرفتك اصلا لا فكرت لا باقتصاد ولا شيء خسرت حين ريال ونص لو جايب سيارتي اصرف لي يعني اليوم خسرني 22 هاي ويا الموي اللي خط فليك برد السيكل وين ما ندقها يا ابو راشد تمشي لك كده تمشي كده